السلام عليكم. مرات بتبلش بسلافة معينة، بشغلة، بعمل، ممارسة رياضة معينة، هواية معينة، اللي هو بتكون متنشط بالبداية، وبعدين ممكن يصيبك خمول. هون بيجي دور التشجيع. المرة هذيك شو بدك طول تسير، المرة هذيك كنت بلعب رياضة معينة، بديش أقول شو الرياضة هي عشان ما تصيبنيش بالعين. المهم بلعب رياضة، بآخر شوط صرت لاهث، نفسي تعب، ولأنه في ختيار إنجليزي بلعب نفس الرياضة، طلع علي هيك بتبسم، وجت عيني بعينه، قلت له كارديو ما فيش، يعني لياقة ما في بالعربي الفصيح، بس أنا قلت له إياها بالإنجليزي الفصيح، قلت له نو كارديو. شو قال لي؟ قال لي يو دونت جيت وورس، يو اونلي جيت بيتر. يقول لي راح تتحسن مش راح تتراجع. يو دونت جيت وورس، ما بصير وضعك للأسوأ، دائما راح تتحسن ما دام بتشتغل. يا اخي والله طرقت بمخي كلمته. رحت لبست اني غيرت وكذا، بعدين رجعت لانه بعد بمارس رياضه، قلت له اسمح لي أيها الرجل الختيار والحكيم أن أشكرك مرة ثانية. والله رحت عليه قلت له بدي أشكرك مرة ثانية، لأنه أحسن جملة تشجيعية سمعتها اليوم منك، أو مش اليوم، من فترة طويلة. ما بصير وضعك للأسوأ، تتحسن إذا بتمارس شغلة معينة يعني وبتداوم عليها. التشجيع يا اخي له دور. انا شغال بيه وبلاه، بس يا اخي كلمته دخلت براسي. قديش انت بتلاقي عندك مثلا مرات بلشان بسلافه، بيجي واحد برمي لك كلمه بهد حيلك، مزبوط ولا لا؟ وبيجي واحد بعطيك كلمه بتحس حالك ايش، تشجعت وبدك تكمل وبدك تستمر، وبتقول والله انه صادق فعلا. انا اول ما بلشت كنت مثلا هيك اساوي، الان بساوي أكثر من اللي بلشت فيه بعدد معين، بغض النظر شو اللي بتساوي، مزبوط ولا لا؟ إذا أني غلطان قل لي، إذا أني غلطان روح اسأل الختيار هذا. ترى في ناس مرات فعلا بطلع منها الكلام بوقته، بكون جاي مناسب للحدث وللواقعة وبشجعك. ومرات عاد ما انتم مش غشيمين يعني، ترى احنا الناس اللي عندنا بتحطم وبتكسر وبتدمر والعب على اعصابي اكثر من الناس اللي بتشجع. المهم انت لا تكونش من المدمرين، خليك من المشجعين، خاصة في الشغلات الكويسة والمليحة واللايقة والمتكتكة زيك انت يا متكتك. شو بدك طول تسير اليوم؟ الحرارة الآن في هذه اللحظة 28، تسوي سوي عندنا هون 28 يعني كثير ترى ببريطانيا، يعني لا يغرك، أنا قاعد بالفي هاي، أخذت الفيتامينات اللي بدي إياها من الشمس حبيبتي. بيني وبين الشمس أحوال، والعشق لو تدرون أهوال، كم جئتها يوما أغازلها، فتلوذ خلف الغيم تختال. اليوم مش لايذي خلف الغيم ولا إشي، طالعة ومش مستحي. المهم إن شاء الله تكونوا بخير. المهم شجعوا، هذا المقصود، شجعوا وبس، اكسب حسني يعني، خليها صدقة. الكلام الكويس تشجع في محله يكون، مش تضحك عليه وتنافق معاه، مزبوط ولا لا؟ يلا السلام عليكم، تحياتي محبتي وأشواقي، عبر صفحة منوعات عدنان شبول لكل الأخوة والأخوات في كل بقاع العالم، من كل العالم، ما بتدريش اللي بيشوف الفيديو هذا وين موجود، بنوجه له تحية وبنتمنى له الخير بإذن الله. الله يخفف على أهلنا ويخفف عليكم ويصبرنا ويصبركم على هذه الحياة الصعبة، وتكون دائما أيامكم سعادة وحلوة ومرتبة وجميلة بإذن الله. تحياتي، السلام عليكم.